احنا ليه وصلنا للمسخرة دي؟ بص يا سيدي احنا كنا واقفين سلمين هناك، انا كنت موجود. حلو، هم من الشارع ده وابتدوا يحدفوا طوب. مين الخلفان؟ عشان البداية بس تبقى واضحة من العنف فين. يعني كان يتنشن لازم طبيعي، طالما انت بتضربني بالطوب هرد عليك بالطوب. وقدرنك وراهم في مسيرتين جايين من التحرير لغاية لما جبناهم زي الخلفان على الجبل وكرشناهم ومشوا. في مسيرة اليوم ثلاث مسيرة بثلث ساعة. ازاي بين الخلفان؟ طيب الموقف ده يتلم ازاي؟ انت بتحكمك عصابه فاشيه ومش هتقبل تقول ياسر حكم المرشد. مش هتقدر تقول كده، هتضربك بالطوب. جوه الكشف الحساب كان فيها ايه؟ ضربه بالطوب. حلو قوي، حد اتكلم؟ لا، هو نفس القصه النهارده. في بلدان النافوره اتضربنا بالطوب برضه، هم اللي بتعمل. يعني حضرتك مش شايف لها اي حل؟ لا طبعا. تمام، شكرا.